هاي اللحماية يحبها اللاحمين، وهذه البروكولياية يحبوها النباتيين. شنو الفرق بين اللحماية والبروكولياية؟ خلينا نبدأ بالناس المسالمة. أول شيء يأكلون كل شيء نباتي، ما يقدرون يحصلون على الأوميجا 3 بكميات كافية، وصعب يحصلون على فيتامين B12. طيب غير النباتيين يأكلون كل شيء، نباتات والنباتيين، لا قصدي نباتات ولحوم، بس هاي اللحماية تزيد ضغط الدم وترفع مستوى الكوليسترول وممكن تسبب مشاكل صحية. اللحماية والبروكولي لهم فوائد، بس الفرق أنه